كنت دائما عارف معنى كلمة شاطر، وهو المعنى اللي الكل يعرفه، ذكي، مجتهد، مثابر. لكن واحد في المدرسة جاء طلع علينا بمعنى جديد، واللي هو ان شاطر معناه حمار. واحد شطح يقول ان شاطر من اسماء الشيطان، وحقيقة المعنى هو نفسه اللي تعرفه انت، لكن تدري ان هالكلمة موجودة بعد في الانجليزي. في قصة تقول ان في شاطر كان ويا رجال، وهذا الرجال كان بردان فقام يهف على اصابعه. الشاطر سأل ليش؟ الرجال قال عشان ادفئ. وبعدين الرجال كان يشرب شوربة حارة وكان يهف عليها. الشاطر سأل ليش؟ الرجال قال عشان تبرد. الشاطر ترك الرجال لأنه مو فاهم كيف نفسه يدفي ويبرد في نفس الوقت. شكله معنى الشاطر بالإنجليزي عكس الشاطر بالعربي.